شوي نعم، ان تقصدين النشاط الحالي هو نفسه نفس النشاط النشاط. القديم. نعم، معنى هذا كلامك وفي ان بعدين الاطاله ممكن فقط للوقت في الطالب. بعد اذا ذكرتي اختي ان انتم ما عندكم مثل ما تقولين دراسات واستراتيجيه جيتوا مفاجئ ومباقت للميدان وطبقتوه. لا، ليش احنا قلنا فيه ال 25 مطلوب الزياده؟ اولا النشاط المدرسي ليس بشيء جديد، وزاره التربيه دليل العمل المدرسي، في موجود آلية النشاط المدرسي، وفي مجلس دائم من المجالس الموجودة في المدرسة والإدارة المدرسية تعرفه عدل، اللي هو مجلس النشاط المدرسي اللي أعضاء مدير مساعد الشؤون الإدارية ورئيسات الأقسام، وهذا شيء معمول فيه من زمن بعيد، ما هو شيء جديد. التوقيت الدوام المدرسي وصل إلى المدارس محدد في يوم الثلاثاء أنه هو يوم النشاط المدرسي. بالنسبة إلى برنامج الشيء المستجد، إن إحنا في عندنا دراسات برنامج تأصيل القيم ما طبق اليوم وأمس، برنامج تأصيل القيم مطبق من 3 سنوات، وكان في دراسات سابقة وكان في تقييم للبرنامج من خلال الميدان، ومدراء المدارس اللي طبقوه يعرفون إن ما في وقت كافي لممارسة هذا البرنامج بالصورة المطلوبة اللي هو تأصيل القيم. حبنا وولائنا للكويت ليس هو موجود في 25 دقيقة زايدة. القيمة الحب والولاء والانتماء للوطن قيمة مهمة وضرورية، ومن ضمن برنامج كامل متكامل نعم. اللي فيه بر الوالدين واحترام الصغير كبير وحسن الجوار وغيره من القيم التربوية اللي موجودة ضمن البرنامج. النشاط المدرسي هو نشاط النشاط المدرسي بمعناته أنشطة جماعات وأنشطة ثقافية، ندوات، حلقات نقاشية، معارض، مسارح، وبالإضافة إلى تعزيز برنامج القيم. نعم. فهذا البرنامج الكامل للنشاط المدرسي يحتاج إلى زيادة الوقت بدراسات مستفيضة سابقة ولاحقة بالنسبة لتطبيق هذا نعم، الزيادة. ناخذ الاتصال من الأستاذة عائشة العميري، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. أهلا أختي عائشة، هلا شلونك؟ هلا دكتورة فاطمة، عساك شلونك؟ طيبة، شلون يعطيك العافية صحتك؟ على هالبرنامج المميز. الله طبعا يسلمك. أحييك وأحيي قناة الشاهد وأحيي الأستاذة الفاضلة منى القاني الوكيل المساعد في تسلمك. التعليم العام، وأحيي فعلا أحيي فعلا شجاعتها وتواجدها على الساحة التربوية للإجابة والرد على جميع الاستفسارات. وطبعا هذا مو غريب على الأستاذة منى، لأنها هي زميلة عمل وأنا أعرفها وأقدرها، مع العلم ان اذا سمحت لي استاذه منى انا اختلف معاها في بعض التوجهات. اي تفضلي، خلينا نسمع. النقطه الاولى اللي اثارت يمكن الساحه التربويه، والنقطه الاولى اللي اثارت اولياء الامور، هو تبرير ال 25 دقيقه. انا اذا بمارس النشاط ولا انا بسترجع النشاط ولا انا بعزز النشاط، ترى كل اداراتنا ومعلماتنا وعيالنا واولياء الامور يحبون العمليه هذه ويحطون ايدهم بدين الوزاره. لكن انت لما تيجي تقول لي وتصرح بالوزاره وقبل بدايه العام الدراسي واثناء بدايه العام الدراسي وتقول ان احنا راح نزيد 25 دقيقه وتبررها مكتوبه لزياده، كان انا قاعده اقراها لزياده او لتعزيز الولاء والوطنيه، يعني معناته انت لما زدت ال 25 دقيقه هذه حطيتني في دائره اني انا بعزز الولاء والوطنية. هني من هني ترى بدأت المشكلة أختي العزيزة الأستاذة منى، من هني بدأت المشكلة، تصريح بأن هذه 25 لتعزيز الولاء والوطنية، وثارت التساؤلات. أنت تبين مني 25 دقيقة زيادة بالدوام عشان نعزز الولاء والوطنية؟ ما احنا عندنا مناهج، مثل ما تفضلتي عندنا برنامج تأصيل القيم في المناهج، وفي عندنا قبل هذا كله عندنا الذاتية وعندنا إداراتنا وعندنا معلماتنا وعندنا أولياء الأمور اللي مفعمين بالولاء وبالوطنية. من النقطة هذه أعتقد أن خطأ الوزارة بدأ بتحديد أو تبرير ال 25 دقيقة مبدأ الولاء، كأنه في الفترات السابقة أو في الأنشطة السابقة أو خلال ممارستهم للعمل المدرسي والإداري والتربوي والتعليمي مو قاعدين يعززون الولاء. هني ارتفعت الحفيظة، هذه نقطة. النقطة الثانية، تفضلتي حضرتك وقلتي ان احنا نبي نمارس النشاط وان لتعزيز النشاط وان الامور هذه كلها موجودة، انا معاك
وانا كنت مديره مدرسه وانا اقول لك فعلا الشغله والنشاط وانك تكتشفين المواهب وانك تحطين ايدينك على المواهب الكويتيه الحلوه وتعززين هذا شيء طيب، لكن لازم تكون الخطه واضحه والبرنامج واضح والاليه واضحه والمتابعه الدقيقه من قبل المسؤولين على النشاط دقيقه. والدليل اليوم سمعت بابنك استاذة منى لما يقول لك الطالب حطونا في الصاله واعطونا كره وقاعدين نتلاعب فيها، طيب هذه الجزئيه او هذا لا حققت فيه نشاط، لا عززت فيه ولا لا سويت فيه شيء، مجرد اني انا استنفذت طاقه الطالب، مجرد اني انا استهلكت طاقه الطالب، وهي بعدين اقول له اخذ حصه بعدين واطلع متاخر. نقطة أيضا أنت تفضلتي فيها، بس أختي عايشة بسرعة الله يرضى عليك عشان في اتصالات ثانية، بس لازم ناخذ الرد يعني أنا قاعدة أقول أن لما تفضلتي قلتي في مثلا نقطة أن تدخل الصف أن ما تكفي وأن المدرسة ما يمديها ترسم، أنا أعتقد ومثلك ما أنت عارفة أن في شغلة تقييم المدرسة، حسن إدارة الحصة وتنظيم الحصة، إذا هي ما تحسن تنظيم الحصة وما تعطي الطلبة الوقت في أنها تمارس بعض أنشطتها التقويمية في نهاية الحصة، فهذا خلل في الحصة وخلل في الإدارة في متابعة الحصة. اللي أنا أقترحه من وجهة نظري أنا كتربوية قديمة، أقترح أن يظل في نشاط، نعم يظل في نشاط، ما يزيد النشاط، وتعطى الإدارات المدرسية الحرية في ممارسة مو بس يوم الثلاثاء، أنت مارسين الاثنين، أنت مارسين الأحد، لكن داخل إطار ومتابعة، وكل إدارة مدرسية ترفع للجهة المختصة وقت ممارسة النشاط وشنو الآلية اللي تتبعها وتظل العملية المتابعة، ولا نستعجل في التعميم أختي الفاضلة، لا نستعجل في التعميم. شاكرة لك أختي عايشة، ما قصرت حبيبتي. وتسمعين رد الأستاذة منى الحين. شكرا لك اختي عائشه، تفضلي. اشكر اخت عائشه، وهي كانت مثل ما ذكرت انها مديره سابقه. بالنسبه الى الموضوع هذا، كان هو قرار جماعي من مجلس الوكلاء، تم اقراره في خلال مجلس الوكلاء. هاي نقطه ثانيه، يعني العمل احنا في وزاره عمل التربيه عمل جماعي وفريق عمل جماعي، وكان من ضمن خطط يعني العمل داخل الوزاره. هي قالت ان انتوا المذكور ان ال 25 دقيقه للولاء للوطن انك تحققين لها. اولا هناك اليه واضحه وموضوعه، ومثل ما ذكرت لك ان شيء قديم هذا موجود في دليل عمل مدرسي والادله، وحاليا موجوده، بس ما ذكرته ما بررته عشان كذي ضاعوا لا لا لا، موجوده اليه واضحه منشوره ومطبوعه تقول هذا من طبقه قبل لا 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 لا، موجوده اليه جديده الان اصلا واصله للمدارس من الاسبوع الماضي في بخصوص مذكره بخصوص اليه النشاط، اهداف النشاط، مجلس النشاط، انواع الانشطه، كله مكتوب واصل حق الادارات، موجوده موجوده هذه. هذه وحده. بعدين انا حبي ولاء للوطن، حتى لما انا اقول لك 25 دقيقه قليله في حق الوطن، انا امارس صحيح اني أنا حب الولاء الوطن موجود في جميع مناهج وزاره التربيه، من دخول الطالب من الباب في الطابور الصباحي تحيه العلم الى خروجه وهو في ممارسة حب الوطن، لكن لما أتين تحطين الطالب أنه يمارس حب الوطن، أنا حب الوطن، وين حب الوطن؟ حب الوطن في المحافظة في العمل التطوعي، عمل التطوعي ما هو نوع العمل التطوعي؟ خليني أقول عمل التطوعي أني أحافظ على نظافة مدرستي، أني أساهم في توفير البيئة الجاذبة لتزيين مدرسة، أنا فنان طالب أحب أرسم لوحة في مدرستي، هذا مو اسمه حب الولاء للوطن. الولاء للوطن في عنده مظاهر وصور متعددة تعزز طبعا هذا الطالب. طبعا هذا معاك، بس هل هو مناسب هالفترة هذه؟ ولكن فترة انتهاء الدوام الطالب، لا لا حبيبتي لا 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 لحظة بس إني أوضح لك، ال 25 دقيقة المضاف إليها ال 35 دقيقة، هذه نقطة. أنا أرد على الأستاذة عائشة نقطة نقطة، بالنسبة إلى من ناحية إنه ما يعني محددينها، لا النشرة موجودة موضحة صادرة من قطاع الأنشطة الطلابية، محدد فيها أن مجالات ممارسة النشاط المدرسي للإدارات المدرسية. ثانيا تقول إن إحنا مثل ما ذكرت تقول إن الطالب، أنا بس أنت تسمعين التقرير شفتي نماذج مختلفة من الطلبة، طبعا شفنا وهم مدرسة واحدة ترى، أي صحيح شفتيهم هم مدرسة واحدة. طالب قال لا والله أنا استفدت من النشاط ومارست النشاط، وإن
نشاط حلو، وانا التقيت مع معلمين يطالب في قال يعني فشفتي مستويات الطلبه وهذا شنو يعطيك؟ يعطيك ان في طالب يحب يمارس النشاط، وبالعكس لقى الوقت المناسب للنشاط اني امارسه وانا فرح ولقيت فايده منه. في طالب لو تحطينا ليش احنا بنعرف ليش ابنائنا ما يحب يمارس النشاط؟ تدرين انه لما ضحك هو قال كره اصلا كره بل... خليني انا الحين انا الحين اقول لك احنا عندنا برنامج مكافحه السمنه في مدارس دوله الكويت للطلبه وبالتعاون مع وزاره التربيه، ليش احنا صاروا اولادنا بهالسمنه الحين اللي احنا نشوفها؟ لان ما عندهم حب ممارسه الرياضه. لما انا ادخله النشاط اللي احبه او ادخل ممارسه التربيه البدنيه والكره، الطالب لما يلعب كره هو يقول والله انا العب كره وبس، لكن انت تدرين شنو المردود الفعلي على هذه ممارسه الرياضه؟ الطالب يتحرك جسميا وعقليا في ممارسه التربيه البدنيه، وهذا له فائده على جسم وصحه الطالب ومواهبه. في طالب عنده مواهب بدنيه يمارسها وتكتشف، هذه نقطه مهمه جدا وهي مدرسه واحده. وشفت اختلاف الاراء بين الطلبه، هاي نقطه. نقطة لما تقول انتوا عطيتوها 25 دقيقة على اساس ان الوقت مو كافي، بالعكس ردوا على 35. احنا قلنا راح نطبقها هذا العام، وبعدين في لجنة راح تتابع هذه العملية، راح تاخذ راح تطرح استبانات في الميدان، راي المعلم، راي الفترة هذه خلال التطبيق 25 دقيقة الاطالة. نعم، راي المعلم، راي الطالب، راي ولي الامر، راي الاداره المدرسيه، احنا تابعناها من بدايه التطبيق الاسبوع الاول والحين الاسبوع الثاني، قاعدين ناخذ الاراء في كل الصعوبات نحاول نخففها لهم. لما انا اي اقول للمعلمه عندك انت 35 دقيقه تطلع الطالب من الفصل ويدخل عندك القاعه ويطلع، او عندك انت 60 دقيقه يمارس فيها المعلم او المعلمه هذا النشاط، لما احط لها ال 35 ممارسة النشاط، صحيح هي بتعد النشاط على 35 وبتعد النشاط على 60 دقيقة، لكن لما تعد على 35 هي عندها حسن إدارة الوقت، لكن 35 راح يكون مضغوط العمل عندها، لكن على 60 دقيقة تعطينها وقت الكافي المتسع أن الطالب ياخذ راحته يمارس النشاط، أن الطالب يفجر مواهبه. ليش أنا أحصر رأي الميدان ورأي الطلبة في طالب واحد، واحد ذمه واحد يختلف، يختلفون الطلبه، يختلفون دوافعهم. عندكم الحين الوقت الكافي للدراسه الميدانيه، ندرس الدراسه ناخذ الميدانية. الاتصال نعم. ناخذ الاتصال من الدكتور عبد الرحيم الكندري، امين سر جمعيه المعلمين، نقول الو. الو، هلا والله. هلا اخوي، شلونك؟ عساك طيب. الله يسلمك. اليوم انتم معتصمين ها؟ نعم، احنا اليوم عندنا وقفه تضامنيه مهنيه وليس اعتصام. نعم، وقفه تضامنيه وليس اعتصام. استاذه منى تسمعينا؟ حطيت السماعة. أوكي، نبي نسمع رأيك في الموضوع. هل تابعت أنت برنامجنا في البداية دكتور عبد الرحيم؟ أنا والله بيني وبينك ما يعني عن طريق بس الاتصال، بس ما شفت المقابلة. نعم نبي نسمع رأيك في هالموضوع هذا، كونك أنت أمين سر في جمعية المعلمين. إن شاء الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية تقدم بالشكر الجزيل لقناة الشاهد على استضافتها لنا في هذا البرنامج، وهي هذا ليس بغريب على هذه القناة. تفضل بالشكر لك ولضيفتك الكريمة. الله يسلمك، تسمعك في هذه البرنامج. تفضل. طبعا احنا بالبداية لازم نعطي صورة عن اللي تم اليوم، والكل يعتقد بأن جمعية المعلمين كان لها موقف تأزيمي ودعت إلى إضراب وكذا، وهذا الكلام طبعا ما هو صحيح. احنا في البداية بس لازم أعطي فرشة عن الموضوع. لما طلع القرار من الوزارة كانت هناك كتب رسمية خاطبنا فيها الوزيرة والوكيلة والوكلاء المساعدين، وكانت هناك مبررات منطقية في عملية الرفض بأن الإطالة هذه الغير مبررة 25 دقيقة يجب أن يعاد النظر فيها. لما قابلنا مع الوزيرة وحتى قابلنا بعض أركان الوزارة وكذا، قالوا أن في دراسة موجودة وأن إحنا أخذنا برأي أهل الميدان. قلنا لهم ماشي، الدراسة هذه موجودة، عطونا إياها وإحنا إيدينا مفتوحة وعندنا لسان حال المعلمين اللي هي مجلة المعلم، ننشر هذه الدراسة بتفاصيلها وشنو الإجراءات اللي تمت وشنو القرارات اللي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن. نعم. مع الأسف ما يانا شيء، والظاهر ما يعني ما في دراسة، ما أدري، أنا ما شفت شيء إلى الآن ولا يانا أي شيء حول هذا الموضوع. نعم. الأمر الآخر كذلك اللي هي موضوع أن هناك لجنة شكلت في الوزارة
وهذه اللجنة اللي هي لجنة الفترة الزمنية، واللجنة هذه قاعد تدرس الآن اللي هي موضوع الإطالة وكذلك البدائل. مع الأسف الشديد اللجنة هذه لما طبق هذا القرار ما تعلم عنه أي شيء، وبل تفاجأوا أركانها، يعني هذه برئاسة مديرة شؤون تعليمية في إحدى المناطق التعليمية، وكذلك هناك ناس تربويين وياهم وأكاديميين، تفاجأوا بأن ما عندهم شيء